ايه؟ كنت فاكر ان هو ده الحمام؟ اوعى تفتكر انه خال عليا انك جاي تعتذر. من اول لحظة وحسيت ان الزيارة دي فيها إنا. بس كنت عايز اعرف انت ناوي على ايه؟ انا مش ناوي على حاجة. انا همشي. تبقى عبيط. قول بتدور على ايه يمكن اساعدك. ابنك مات من المخدرات فقلبت على حمزه وعايز اي دليل ضده عشان توديه في داهيه. ما تخافش مني يا ادهم، يظهر ان حمزه ما حكلكش على حاجه. حكالي على ايه؟ اصل لما رحت للدكتور عرفت ان انا بخلف، واللي حرمني من الخلفه حمزه والدواء اللي كان بيديهولي، فبقى عندي طار زيك بالظبط. احنا الاتنين حمزه حرمنا من عيالنا. غريب اوي الراجل ده، كل اللي حواليه عايزين يخلصوا منه، كل واحد فيهم ليه عنده طار. مين تاني؟ لا دي حكايه طويله هتبقى تعرفيها بعدين. بقى انت ليه شايفه نفسك الملاك البريء؟ انت كمان بتشتغلي في المخدرات. مين قال لك ان انا شايفه نفسي بريئه؟ انا نفسي اكفر عن كل اللي عملته، عشان كده هساعدك. اليومين دول حمزه هيدخل مخدرات كتير قوي البلد، عايز اي دليل يقول انها بتاعته. عرفت، بس لسه ما اعرفش اي تفاصيل عنها. حمزه ما بيكتبش اي حاجه باسمه، بس اللي اعرفه ان هو هيهربها في خشب. دور في الورق والعقود بتاع الشهرين اللي فاتوا، حمزة ما بيسيبش أي حاجة عندي، بيسيب كل حاجة عند حبيبة القلب. دورت عند كاميليا ما لقيتش حاجة. كاميليا مش هي حبيبة القلب، حبيبة القلب اللي عندك في البيت غاد غودة. دور في الخزنة بتاعت بيتك هتلاقي اللي انت عايزه. مش حابب ان الحدوته تخلص كده، بس هو ما سابليش اختيار. وحياتك ما سابش لاي حد.